باسم الآب والابن الروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وكل أوان دور كلها أمين. إنجيل هذا الصباح هو إنجيل مريض بركة بيت حزدة. وكتير سمعنا عن هذه المعجزة وكتير حضرنا هذا القداس. والنهاردة ربنا بيوجه لنا رسالة حلوة قوي، يقول لكل واحد فينا كده: أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تخف؟ كلنا بنرد على ربنا نفس الرد اللي قاله المخلع ونقول له كده: ليس لي إنسان، ماليش إنسان يا رب، أنا ماليش غيرك أنت يا رب. لو احنا حبينا نبص للمعجزة كده من الأول خالص، المسيح دخل المكان وهو متجه للمريض، ما حدش قال له تعالى ده في مريض هنا، هو رايح له، هو عارفه لأنه بقاله كتير في هذا المرض، 38 سنة، سنين كتيرة يئس وتعب. بس الحقيقة السؤال غريب شوية من ربنا لما راح له: طب ما انت عارف هو عايز ايه؟ واحد مريض قاعد عند بركه مستني بس واحد يزقه عشان في ملاك بينزل بيحرك الميه، اول واحد بينزل بياخد البركه ويخف ويطلع. طب ما انت عارف يا رب، انت سالته ليه؟ عشان يمكن مش عايز يخف. هو في واحد ممكن ما يكونش عايز يخف؟ اه، في واحد عاجبه حاله. انا عاجبني حالي، انا قاعد وباكل وبشرب والناس بتستعطى تديني، فقعد مبسوط. هقوم ليه؟ اروح فين؟ ماليش حد، انا يئست، فانا عاجبني حالي بهذا المنظر. وممكن يكون مستمتع بظروفه. في واحد دايما لما يجي يعترف ويخش عند باعترافه يقول له: الظروف بتعمل فيا، الناس اللي حواليا، لكن عمره ما بيعترف يقول أنا اللي غلطان، يعني أنا اللي سمحت بالغلط إن هو يقرب مني. الحاجة الثالثة: مش عايز يخف ورافض عمل ربنا. فممكن فعلا يكون أنا وإنتو زيه بالظبط. أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تخف؟ أنت عندك طرق العلاج، بس أنت عاوز ولا مش عاوز؟ ليس لي إنسان يا رب، أنا ماليش حد عشان يرميني. عشان كده ربنا قال له إيه؟ قم احمل سريرك حالاً، قم واحمل سريرك وامشي حالاً. قام وبرأ. لو أنت عايز ربنا هيديك، لو أنت عايز ربنا هيعمل معاك حاجات كتيرة قوي، لأن هو عارفك. هو محدش قال له على المريض، هو رايح داخل عارف المريض. فهو ربنا عرفنا؟ اه ربنا عرفنا، فحصنا طبعا، فحصنا وكشفنا. بس هو المشكلة، هو انت عاوز ايد ربنا ولا مش عاوز ايد ربنا؟ المريض بقى له 38 سنة، والمرض ده مرض اكيد الخطية قعدته بهذا المرض. زي ما بيقول كده في الكتاب، المرض ده اللي هو مرض المفاصل، المفاصل مش قادر ان هو يقف ويفرد نفسه، مرض العصم. والبركة اسمها بركة بيت حزدة، بيت الرحمة. انا منتظر رحمة ربنا، انا قاعد بس ما بتحركش، انا قاعد بس ما باخدش خطوات عملية عشان اقدم توبة حلوة علشان اقدر اخف من هذا المرض. أتريد أن تبرأ؟ أنت عاوز تخف ولا عاجبك حالك؟ عاجبك الطريق اللي أنت ماشي فيه؟ أنت عاوز تخف ولا أنت مش حاسس بالخطر اللي أنت فيه؟ مش حاسس بالمرض اللي بقاله 38 سنة متبهش فيك؟ أنت عايز ترجع ولا مش عايز ترجع؟ ربنا عمل ثلاث حاجات احنا بنعملهم في سر التوبه والاعتراف بالظبط. اول حاجه راه يسوع، اول حاجه ربنا هو اللي شافه، فربنا شايفك وعارف كل حاجه.
عارف بضعفاتنا، بس هو مش بيسأل على الضعفات، هو بيسأل أنت ما قمتش ليه؟ أنا قلت لك قوم، أتريد أن تبرأ؟ أنت قلت لي آه أنا عايز أخف، ما أنا ماليش إنسان غيرك أنت يا رب، وأنا قلت لك قم احمل سريرك وامشي. كلنا بنخش عند آباء اعترافنا ونسمع الكلمة دي، نقرأ الحل ويقرأ لنا الحل ونقول خطايانا ونعترف بيها، ويجي أبونا يقول لك إيه؟ قوم خلاص، قوم احمل سريرك وامشي، قوم خلاص خطيتك اتغفرت لك. بس يا ترى أنت مقدم توبة ولا لا؟ أنت مراجع نفسك ولا لا؟ أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ كل واحد فينا عايز يخش عند أوضة طب اعترافه ويخف فعلا من الأمراض اللي موجودة عنده، ولا عجبه حاله، عجبه المرض فقاعد فيه، أو مش عاجبني المرض بس مستسلم للظروف والأيام اللي أنا فيها، فأعمل إيه؟ ما عنديش حاجة أقدر أعملها، بخش أعترف بنفس الخطايا، فيستخدمها الشيطان وييأسني من نفسي. إيه لازمت بقى دخولك عند باب اعترافك؟ ما أنت زي ما أنت. لأ، قوم واحمل سريرك وامشي، قوم واتحرك، قوم وافرح، قوم واشكر ربنا. خلوا بالكوا اليهود جم عطلوه في السكة كده، قال له أنت بتعمل إيه؟ ما ينفعش تحمل السرير النهاردة. تخيلوا بقى، واحد بقى له 38 سنة خف، قايم شايل سريره، تخيلوا مدى الفرحة اللي هو فيها، ويلاقي واحد يعطله. بيعطله ليه؟ عشان مش عايزه يفرح، مش عايزه يحس بإيد ربنا اللي اشتغلت معاه النهاردة. فيقول له إيه؟ النهاردة سبت، ما ينفعش تتحرك. ما ينفعش تتحرك إيه؟ ده أنا بقالي 38 سنة، أنت جاي تدور النهاردة بتدور على السبت؟ أنت جاي بتدور على إيه؟ أنا خفيت واتحركت. هو مين اللي عمل معاك كده؟ ما عرفوش. أنا كل اللي أعرفه إن أنا خفيت. ودي حتة إحنا ساعات بتبقى موجودة فينا بس مش واخدين بالنا. بعد ما بتحصل معايا المعجزة والحاجة الحلوة من إيد ربنا، ما بعرفش أقعد مع ربنا قعدة حلوة، أفضل ألف وأحوم حوالين نفسي. وده اللي عمله، قعد يلف ويدور لغاية ما شاف المسيح تاني، والمسيح قال له إيه؟ ها أنت قد برئت، امشي بقى وتحرك بقى، وبلاش تقعد في الأماكن اللي ممكن يكون ليك فيها أشر، لألا يكون لك أشر. أول ما عرف إن هو المسيح راح عمل إيه؟ كتر خيره، راح قال لليهودي على فكرة اللي شفاني مين؟ المسيح. طب هو كان بيقولها ليه؟ عشان ضعف، عايز يشيل من عليه المسؤولية. أنت ما فكرتش في أي حاجة غير دي، عايز أشيل من عليا المسؤولية، فما صدقت عرفت مين اللي عمل فيا كده؟ هو المسيح، يبقى هو اللي يشيلها مش أنا. طب ده فرحك، أنت خفت ليه؟ أنت ليه رجعت تاني؟ ما تمشي تروح وافرح. حتى لو أنت ملكش مكان، ليك أماكن كتيرة قوي أكيد روح دور عليها. أنت النهاردة ربنا فرحك، عشان كده ربنا سأله أتريد أن تبرأ؟ أنت عاوز تخف فعلا، ولا أنت عاجبك حالك، ولا أنت الظروف اللي أنت فيها دي مبسوط بيها وفرحان بيها عايز تفضل موجود فيها؟ ها أنت قد برأت، أنت خفيت خلاص، قم وتحرك. عشان كده أنا عايز أنا وحضراتكم في سر التوبة والاعتراف نركز في الحتة دي. أنت داخل علشان عايز تخف، لازم تطلع كل اللي جواك وتقول كل اللي جواك، ما تخليش حاجة جواك وما ترميش حاجة على حد. أنا غلطان حتى لو الناس غلطت فيا، بس أنا أكيد أنا ممكن أكون غلطت فيهم قبل كده. حط الغلط على نفسك عشان تعرف تخرج من عند أبونا. قوم احمل سريرك وامشي، قوم وتحرك خلاص. الخطية اللي كانت جواك اتشالت، بس خلي بالك
إنك ترجع يكون عندك نفس الغلط مرة تانية. خلي بالك، خلي بالك لتكون بتعطل عمل ربنا وتعاند زي اليهود اللي شايفين عمل ربنا واللي ربنا عمله، لكن يقولوا له إيه؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ إيه اللي أنا عملته؟ أنا هشتغل وأبي هيشتغل، إحنا هنفضل نشتغل، أنتوا بتدوروا على إيه وإحنا بندور على إيه؟ بلاش تعاند، بلاش تخلي الشيطان ييأسك ويقعدك مدة طويلة بدون ما ترجع لأب اعترافك ولا تروح لأب اعترافك. لازم يبقى لك فترة منتظمة، لازم يبقى لك قعدة مع أب حلو أنت بتستريح له. بلاش عناد. ساعات كتيرة الواحد فينا بيشوف، وأنا أقولكم إن الواحد فينا ما بيغلطش، الناس كلها بتغلط فيه وهو ما بيغلطش. لا، كلنا غلط، كلنا خطايا، لكن ربنا باصص على ضعفاتنا ومدينا قوة عشان نقدر نقوم ونتسند عليه، اتسند عليه. بلاش الخوف وقلة الإيمان. النهاردة احنا بنتكلم عن تجديد الإيمان، نهاية الأسبوع النهاردة حد المخلع، تجديد الإيمان. قوم احمل سريرك وامشي، قوم اتحرك، قوم افرح. خلي بالك إن هتقابل ناس كتيرة تحبطك، ناس كتيرة تبعدك، ناس كتيرة ما تشتغلش معاك، تشتغل ضدك. أنا مش فارق معايا، لأني معايا ربنا، أنا ماسك في إيد ربنا. ها أنت قد برئت، أنت خلاص خفيت، قوم اتحرك، يلا قوم وانبسط وافرح، ما تخليش حاجة تزعلك. احنا يمكن النهارده الحد المخلع، الحد الجاي حد التناصير، فاضل لنا بالظبط اسبوعين. كل واحد فينا يراجع نفسه. الصيام وصلنا لاخره، بقينا في العدد التنازلي. يا ترى انا عملت ايه في الصيام في الفتره اللي فاتت؟ ما لحقتش، لسه قدامي وقت. احاول ان انا ابدا، احاول ان انا أروح لأب اعترافي وأتكلم معاه، أحاول يبقى لي قانون في خلال الأسبوعين أحس ببركة ربنا في خلال الصوم الحلو اللي احنا كلنا صايمينه. أتريد أن تبرأ؟ قوم احمل سريرك وامشي. لا تخطئ لألا يكون لك أشر. افرح بعمل الله معاك، وما تنساش اللي هو عمله معاك، إنه قال لك قوم احمل سريرك وامشي. مهم قوي كل واحد هو خارج من أوضة أب اعترافه، أب اعترافه في الأول بيسأله، قول الخطية، أتريد أن تبرأ؟ عندك خطايا حاسس بيها؟ طبعا عندي خطايا كتيرة. طيب قوم يلا، بعد ما اعترفت احمل سريرك وامشي. لا تخطئ لألا يكون لك أشر. افرح بعمل الله معاك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.